السلام عليكم ومصطفى راسيا ومن شر الأمين ومصطفى الحرسي والأكرام والجي العظام المساكنين الشرفاء وإخوتي الأكرام. قلنا الضرب المعالجة تكون بالسببية صح أو بثلاث أسباب، بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية. الأسباب الحسية ناتجة عن التجريب. طب الثالث نادر كيف غلط تخيل بقى خلاص بقى يعني كده انت 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 جلست جنب اسنافين اسنام. السبب الثالث يا استاذ نصير شكلها ولا شرعي ولا حسي، التخريف. تخريفي شوف كل اهو فتح الباب اخونا ماجد، انا كاتب عن التخريف. تخريفي ولا الاخوه تخريفي بس. السبب الثالث زول هي مره واحده تتكلم اهو لا جابها على بلاط قال من اتخذ سببا لما شاء الله سببا فهو كافر خلاص بقى فقط المساله كده انتهت. طبق فيه ده طبقها فيه وانتهى الموضوع في هذا الباب خدت كده كملت كلامه حق لا شرعي ولا بل قل شرع تجريبي يا رجل. السبب الثالث في العلاج شرع تجريبي، اصله شرع وفيه تجريب. بيقول ايه؟ انا هقول لك ازاي شرع تجريب الان. مش لما بيقولوا اذا عرف السبب بطل العجب، اصله شرعي واداه التجريب. لا هو اصلا طبعا هذا هو، ما هو ده اصله شرعي واصلا طريقه استعمال تجريبيه سبع مرات. ها اليس هذا التجريب؟ لا صوب انت الشيخ بيدمج هذا تحت السبب الشرعي. والله انت يا ابني انت شغال تلقين يقول لك هو ده انت اسمك عبيد هو كان اسمي عبيد بس هو نسوني. نعم هو هذا السبب ان هو اصلا سبب شرعي لكنه تجريبي بالمعنى، ولذلك ده طب ده يفيدنا في ايه؟ طيب يلا بقى جيب الثمر خلاص. لو نظرت للسبب الا ما شرعي ولا تجريبي انا هنا ارد ماشي يفيدنا فيها مجد ما عشان انت اللي اخترعت الفلو. ما هو انا منتظر هنا اتخذ سبب ولا مش الله ناصر. انت هو الزول يعني دخلنا في الزول. شوف الحقيقه في هذا الباب يجعلنا نحتمل ما لا يمكن الا نحتمله بعدم وجود الاصل الشرعي، كالقراءه ايات السحر على الماء والاغتسال بها وشربها، كاخذ ورق النبء معها في القراءه، كالقراءه على العسل واستخدامه، كل ذلك لنا ان نقول به في هذا الباب. إذ عندنا الاصل التشريعي موجود وبالتجربه ظهرت النتيجه، والاصل في ذلك ان قال وما ادريك انها لغه رقي، عنده اصل عام تشريعي بقوله تعالى ونزل القران هو شفاء للرحمه ورحمه للمؤمنين، وايضا مساله العدد جاء بها بايش؟ بان فعل ذلك بالتجربه فجاء بالتجربه. ما جاء مؤقتا هذا التوقيت لا نتعداه، ما جاء في التأصيل وليس مؤقتا والتجربة قد أقرته لنا ألا ننكره، وده ينفعنا جدا لأن الإخوة كثير بتسأل عن هذا الباب. طيب هو تكلم معنا عن الأسباب المادية في كثير من كتاب الطب في البخاري، تكلم عن الأسباب التجريبية والحسية والأسباب المادية وهي التي يعني جاء الشر بالإرشاد عليه. ما أنا قلت له أين هو؟ أنا أعرف أنك جاي يعني. وإن كنت بين شرعي وتجريبي لا تكن سخيفا، لا تكن خفيف العقل لا تفقه، فقدم الشرعي دون أن تنظر لأمرين. الأمر الأول الشرعي وحي والوحي مجزوم به، والتجريبي نظر، والنظر احتمالية الصواب والخطأ عليه. لكن هو يقول نعم طب ما هذا التجريبي نفس الأمر. ها قد نفس الأمر في المجزوم به، في ناس كثير جدا استعملنا معهم الخط التجريبي الشرعي ولم نجد يعني نتيجة. الخلل في نفسه في الرقي نفسه. نعم المسألة كلها تحتاج الرقية خلاص ناجعة فتحتاج إلى زي السيف كده سيف بطار يحتاج طبعا يحتاج يد قوية للضرب فاهم وإتقان الضرب، والمسألة هنا جاءت على القارئ والمقروء عليه بتعتمد عليه. طيب ناخد باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وهذا كتاب شوف البخاري شوف من ذكاء البخاري رتبها ترتيبا صعوديا، ولذلك أتى بالتجريبي حتى لأن هذا الذي يعلم الناس وأتى
اتى بالاصل الشرعي فيه، يعني اتى بالوسط قبل الاعلى والادنى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. قال الامام البخاري عليه رحمه الله في صحيحه، قال كتاب الطب، قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال الإمام عليه رحمة الله حدثني إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى من سقاط الأزبات. قال أخبرنا هشام. هشام الدستوائي. الصنعاني. هشام بن يحيى. ابن يوسف. ابن يوسف الصنعاني. طيب. قال عن معمر. معمر ومعمر بن راشد الأزدي اليماني البصري. نعم. ما هو من ثقات الأزبات، حديثه باليمن طبعا أقوى لأنه ركز الكتب كلها كانت في اليمن. نعم. بعد طبعا بعد ما قيدوه، لأنه لما نزل عليهم وذهلوا بمن حافظته قالوا هذا رجل لا يمشي من اليمن، قالوا ماذا نفعل معه؟ قالوا قيدوا. قالوا كيف نقيده؟ الصوت الناعم مختلف خالص عن صوت الصوت الناعم، يؤثر تأثير يكبل دون أي تحرك، فزوجوه فجلس في اليمن وكتبه كلها صارت في اليمن. رأيت زل، هذا كلام يعني، هذا كلام من فقهاء النبلاء. قيل ضعيف في زهري وقيل هو من أزمة الناس في زهري، والقول الثاني والأصح. ها شو يا شيخنا، هم قالوا ان حضرتك مش عايز تخرج من مصر. مشكلة تانية والله، مشكلة. الله يصل لنا يا رب. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عروة. وعروة بن الزبير. وعروة من الثقات الأزبات من الفقهاء السبعة، وهو كان صواما قواما تقيا نقيا. قال عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها أرضاها هي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. قال فسألت سهرية كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. نعم. وهذه أيضا فيها هذا الحديث كثير في الطب وفي فضائل القرآن وفي المغازي وفي الأدب أيضا، وخرجه مسلم أو داود النسائي وابن ماجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ الاستقاء بالمعوذات، حتى أن ابن مسعود ما كان يعلم أنها من القرآن، كان يحسب أنها رقية مستقرة وأنها ليست أو مستقلة وأنها ليست من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة كان لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت تقرأ المعوذات وتأخذ تنفث بها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها وتمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مع النفس بعض الريق يخرج معه وهو ينفث ويمسح بهما وجهه وأيضا جسده. وهذا جوامع من الدعاء تعم أكثر المقروءات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترقي بالمعوذات. وهذا حديث أصل أن لا يسترقى إلا بكتاب الله وأسماء الحسنى وصفات العلى. وقد روى مالك في الموطأ أن الصديق دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله. وطبعا إذا قال ارقيها بكتاب الله يعني بالتوراة أو الإنجيل، لأنها لا تؤمن أصلا بالقرآن في هذا الباب، لأن ذلك كلام الله الذي فيه الشفاء. وذكر ابن حبان مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم دخل إلى وقال لها ذلك. قال ابن حبان قول عالجيها بكتاب الله أي بما يبيحه كلام الله، لأن القوم كانوا يلقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك فزجرهم عن ذلك. وقد روي عن مالك جواز رقية اليهودي والنصراني المسلم إذا رقى بكتاب الله جل في علاه، وقول الشافعي عنه أنه كره رقى أهل الكتاب وقال لا أحبه، وذلك والله أعلم أنه لا يدرى هل يلقون بكتاب الله أم لا. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المرأة التي ترقي بالحديد والملح، وعن الذي يكتب الكتاب للإنسان يعلق عليه من الوجع ويعقد في الخيط الذي يربط به الكتاب سبع عقد، والذي يكتب خاتم سليمان في الكتاب كرهه كله وقال لم يكن ذلك أمر الناس القديم. طبعا كرهه هنا الكراهية على التحريم. وفي الجامع المختصر أن مالك كره ذلك وأن ابن وهب أجازه واحتج بفعل أبي بكر السالف. الحقيقة في هذا الباب لابد أن نفهم أن الرقى
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كانت رقى نسترقي بها في الجاهلية، فقال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والحقيقة أنه أي رقى فيها اختلاف فيها اختلال لا يجوز الرقى بها بحال من الأحوال، لابد أن تكون بالكتاب والسنة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولابد أن تكون معلومة الرقى التي تجوز هذه. أما الرقى التي يكون فيها الإبهام أو يكون فيها التخليط هذه رقى محرمة لا يجوز، ولأنها إن لم تكن شركا فهي وسيلة إلى الشرك، فهي وسيلة إلى الشرك. ولذلك الرقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترقي برقى، لما نزلت المعوذات استرقى بالمعوذات. والحقيقة كما قلت بأن هذه شيخ أحمد الله يرضى عنك رب أن هذه فيها الدواء الناجع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات، وكانت عائشة ترقيه بالمعوذات، ولما قال سلم استرقوا لها من السفع كان يقصد ذلك بكتاب الله جل وعلا. فالرقى حتى لا تكون شركا لابد أن تكون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنصوص هو الأولى في هذا الباب. ولكن غير المنصوص يصح، غير المنصوص يصح. لو جاء النص على المعوذات، جاء النص على بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا ها يشفع أرضنا بإذن ربنا، هذا الموقوف. لا الموقوف هو الأنجع وهو الأفضل، لكن لو لم يكن موقوفا وقرأ آيات لم يأتي بها الأثر على ذلك يريد التأصيل العام ونزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين جاز ذلك. ولأن الإنسان طبعا دليلها أن الإنسان قال أعرض عليها أرخاك لا بأس بالرقى ما لم تكن شيء، هذا عمم ولا ما عمم؟ عمم، فيكون المنصوص عليه له الأفضلية، له الأفضلية في ذلك، لكن لا ينفي غيره، لا ينفي غيره ما دام الوصف يعني قد انجلى عنه الوصف الذي قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وأما قول أبي بكر اليهودية القيها بكتاب الله، قد يقال بكتاب الله يقصد ذلك الكتاب، كتاب الله جل في علاه، لكن الحقيقة تبعد هذه لأنها لا تؤمن به وإلا لأمنت، وهي لو ترقى بكتاب الله والإنجيل أو التوراة، قال بذلك الشافعية في قوله، قال المالكية في ذلك، والقول الثاني للشافعية أنه على الكراهة وأنا أدين الله بأنه لا يجوز أصلا. ولذلك أنت ترى الكنائس الآن تمتلئ بالمسلمين في مسائل الرقية من أجل اللبس وغير ذلك، كل هذا موجود، وهو أصلا الكنيسة نفسها التي تعمل السحر أصلا، القسيس هو الذي يعمل السحر أصلا، يستخدم الجن. وذلك أنا أكثر من سؤال يأتيني يقول هناك امرأة عندي أمامي بتصب ماء عند البيت، كل ذلك الكنيسة تفعل ذلك، لتذهب أنت للكنيسة ويأتي الجن يحل الإشكال عندك، فأنت تعمل إيه؟ حل الإشكال، انتهى الموضوع. هو قال ابن مسعود زي يأتي الشيطان يضرب على عينها يتعبها حتى يأتي ثاني يقرأ حتى يلبس على الناس، كما فعل الدجال الأكبر باستخدام الجن على أنهم يأتون على صورة الأب والأم، وأيضا في مسائل يؤثرون بها على الناس. فلا يجوز، لا الرقية اليهودية ولا النصرانية تصح، ما تصح. وإن قال مالك بالكراهة، وإن قال الشافعي قال بالجواز مرة وقال بالكراهة مرة، هي لا تصح بحال من الأحوال. أول شيء لنا نعلم أن دينهم محرف، هم لا أصلا لا يؤمنون بما في أيديهم من التوراة، التوراة محرفة والإنجيل محرف، لا التوراة التي بأيديهم من كتاب الله ولا الإنجيل الذي بأيديهم من كتاب الله لأنها محرفة. فلذلك ما يجوز أن نقول بأن الرقية لليهودية، لأنهم أصلا يستخدمون الجن أيضا، والمصيبة الكبرى أنه أهل الإسلام يفعلون ذلك، وطبعا اصلا يعتلون بايش؟ يعتلون بكلام الشيخ ابن عثيمين الذي اخذه من كلام من؟ الشيخ سالم بن تيميه على مساله حديث رئي المراه التي ذهب اليها ابو موسى الاشعري وقال اين عمر؟ فهذا استخدام للجن ودون خرط القتاد، يعني يأتون بإسناد فيه روح ناخذ بذلك وانا لا نقف معه، غير ذلك هذا لا يجوز. ان استعانة بالجن استعانة بغائب، مش غائب فقط، ده غائب وكاذب، غائب وكاذب، صدقك وهو الكذوب، فما يجوز استخدامه حال من الأحوال في هذا الباب. وأيضا فيها ذلك النفس هو فيه النفخ بريق هكذا ينفخ بريق ويمسح بها كل جسدي، وهذا لعلها فيها الخير في ذلك أن قراءة القرآن أصلا الملك يقترب من القارئ، كلما قرأ الإنسان القرآن الملك يقترب وفمه يضع عليه
على فهم القارئ، فيكون فيها البركة. والبركة أيضا أنت أصلا عندما تقرأ القرآن أنت ممكن تستشعر نفسك الذي يخرج نفس طيب، نعم يكون نفس طيب جدا. أنت أصلا حتى كلما كنت تعتل بالعفة ودون المعصية عرقك نفسه بيكون عرق مختلف غير عرق أصلا لما يكون إنسان متعدي ومتجاوز. المسألة كلها الجسد كله بيتأثر بطاعة الله ومعصية الله جل جل في علام. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم، فينفث بريق، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الرقية أيضا يصح بها الجسد. لكن كانت عائشة من فقهها الدقيق أنها كانت يعني تأخذ بيد النبي تنفس، نعم، لكنها تأخذ بيد النبي لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتنفس تقرأ فيها وتنفس وتأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عدها العلماء في هذا الباب قالوا جواز أو استحباب الرقية من الصالحين في عبادة صالحين، عدوها على ذلك. وهذه التعدية الوقفة معها وقفات ما يصاحب حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيه أحد ولا يساوي أحد، رتبة النبوة ما في رتبة تقاربها. حتى العلماء اتفقوا معه في مصادر النبوة، ولكن أصلا الرتبة أيضا رتبة نازل ليس هي نفس الرتبة. هو قال ليس بين النبي والعالم إلا الإيش، بين ذلك في أثار جاءت تبين لا فرق بين النبوة وبين أهل العلم إلا درجة الوحي، صح. وهو العالم لا يكون عالما إلا به إلا بوحي، هو لا يكون بعالم إلا إذا كان عالم بوحي، لو عالم بوحي يأخذ به، ده لو كان عالم بوحي حق في هذا الباب. فالصحيح في هذه المسألة هي أن نقول أن النفث هذا فيه بركة لقراءة القرآن، لأنه لما بيقرأ القرآن نفسه تطيب، قلبه يطيب، الداخل أنفاسه نفسها تكون طيبة، لذلك ينفث بريق ويمسح على كل الجسد، لا سيما إذا كانت اليد مباركة كيد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفعل ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها. روى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا رقيت بآية القرآن فلا تنفث، وإحنا قلنا هو الآن جاءت الأدلة وظاهرة بالنفس في القرآن على فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأسود قال أكره النفس ولا وكان لا يرى بالنفخ بأسا، وكره أيضا عكرمة والحكم ابن حماد، وحجة من كره وظاهر قول الله تعالى من شر النفاثات في العقد، وذلك نفس السحر والسحر محرم وما جاء عن الشارع أولى وفيه الخير والبركة. هذا أمر عجيب جدا، يقولون يكره النفس لأن الشرع جاء يمنع ذلك ويذمه، ومن شر النفاثات في العقد. قلنا هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. أقول إخوتي الكرام في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة، وعائشة فعلت ذلك تطبيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت بيد النبي بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم تمسح بها كل جسد النبي صلى الله عليه وسلم لبركته. وهذا أمر ضاع، كثير من الناس لا تفعل ذلك. وحقيقة الأمر الرقية بالقرآن إن لم تكن يعني عاجلة الشفاء فهي مريحة للقلب جدا، الإنسان يرى راحة النفس والقلب مع كلام الله جل فيه. وهذا هو المطلوب أصلا من الشفاء، الراحة. هو الإنسان أصلا المرض يتعبه فيه في الأرق الذي يصيبه، فهو أصلا الراحة راحة القلب، وراحة القلب تكون مع كلام الله جل فيه. نعم، الباب الذي بعده. نعم يا دكتور، علي صوت. لما يقول من شر النفاثات في العقد على أنه يقول بذلك، نقول ضع كل شيء في موضعه. لما قال من شر النفاثات في العقد هذا على إيش؟ على السحرة، ولأن نفس خبيثة تنفس في شيء تلتقي الخبث مع الخبث يلتقيان، فالنفس الخبيثة وأيضا الصدر في هذا يعني يؤثر في المسحور، يؤثر في المسحور، والشيطان أيضا ينفق بذلك. فالنفس النفس من النفس الخبيثة، ليس النفس من النفس الإيش الطيبة، النفس من النفس الطيبة تؤثر إيجابيا، والنفس من النفس الخبيثة تؤثر سلبا، ولا يختلطان، يعني ما افترق وإن اتفق في إيش في الطريقة في الطريق في الطريقة والاسم. ها ما بقولك اتبع في الطريقة ولا والاسم، ومع ذلك لا يفيد بحال من أحوال غير أن هذا إيجابي وهذا سلبي، فلا يتفقان، لا يقاس هذا على ذلك. ويقول أكره النفس لقولي من شر، أصلا الأصل أنك في الشرع بتدور مع الشرع حيث دار، ولك أعين لتعلم أين تضع الشيء فيه موضعه،
فالنفس بالنسبة للرقى الشرعية قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وعلم بها، وفعلتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لك أن تعرف ذلك، كن أنت لا تعامل ربك بالتجريب، لكن كن يعني مشتكيا وانظر عندما تقرأ القرآن أو أحد يضع يده عليك ويقرأ القرآن يمين بالله تأتى كأنك في بلسم جاء عليك. ليه؟ لأنه أصلا المسألة فيها راحة قلب، وهو ده المطلوب أصلا، راحة القلب مع كتاب الله الذي فيها كلام الله والذي خلق. أنت بتسمع كلام الذي خلقك وسواك فعدلك، وهذا يقوي الإيمان. هذا قول السحر ماله نعم، وبيعمل عروسة ورق يخرقها ويبدأ يتكلم فيها بالتعازيم التي يفعلها من هؤلاء. أعوذ بالله، هؤلاء شر خلق الله، وأعظم ناس يفعلون ذلك ويكيدون أهل الإسلام هم النصارى في الكنائس. الكنائس يفعلون ذلك لبنات المسلمين، ولذلك أصلا يعني أكثر من حالة يقولون لي البنت ما أتت إلا على قراءة القسيس وعلى رقيته، طبعا يفعلون ذلك، يكيدون أهل الإسلام يمكرون بهم في هذا الباب. نعم، وهذا هو ما أصلا الجني بيفعل ذلك معه، يعني الجني يضغط عليها ضغطة وما يطلع الجني غير لما الثاني المتفق معه شركيا في هذا الباب فيرفع عنها، فيحسبون أن الشفاء كان بيد هذا الرجل، وطبعا بقى بعد ذلك يجرهم جرا إلى ما يريد. هذا كله لأن أهل الإسلام في خبر كان، هذا كله لأن أهل الإسلام في خبر كان خلف الستارة. نعم، الصوفية أكثرهم سحرة، فين يعني ما في الصوفية كثير منهم، يعني لأنه ما عندهمش عقيدة أصلا، عقيدتهم عقيدة منحرفة جدا جدا رفعية، هي من الطريقة بتاعت التعبين، طريقة هي رفعية أعوذ بالله، العقارب هذه طريقة الحياة هذه. فانظر انظر انحراف عقدي، وبعدين انظر كيف الأموال الطائلة اللي بتنفق لترسيخ هذه العقائد، حروب من أجل أن تنطلي على الناس هذه العقائد. تخريب الإسلام يأتي من هنا. الحمد لله أننا نعيش مع الكتاب والسنة ليل نهار، الحمد لله نحن في نعم في هذا الباب. تفضل. تنتقل إيش؟ القراءة نفسها لأنها طاعة ففيها بركة، الطاعة نفسها فيها بركة. بالتجربة فعلوا ذلك. بص حبيبي افهم حبيبي، هم قالوا النفس هذا ما الذي فيه؟ أثروا إيش؟ أثروا طاق، أثروا إيه؟ أثر ريق، ده أثر إيه؟ هو هذا فاهم؟ فهم قالوا خلاص هذا الأثر في أي مكان يوضع، يوضع في الجسد، يوضع في الماء، يتشرب، يوضع، لأنه التماس بركة بقراءة، ده تبع لشيء موصوف هو القراءة. قال الإمام عليه رحمة الله: باب الرقى بفاتحة الكتاب. الله أكبر. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر محمد غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. من كريم غندر يا صيد؟ ابن المثنى اللي هو ايه؟ بشار هو القرين. لا الاثنين، وده وده، لان هما استوى واستوى في الشيوخ واستوى يعني في كل شيء. محمد مسنى ايش؟ ها مين اللي بيكلم؟ مين بيكلم؟ مين اللي بيكلم؟ يعني انت العنزي؟ نعم انت ماشي. قال حدثنا شعبة عن ابي بشر. شعبة مين منين في الحديث؟ عن ابي بشر. من ابو بشر؟ جعفر بن اياس. عن عن ابي المتوكل. من ابو المتوكل؟ ممتاز، علي بن داود. عن ابي سعيد الخدري بن مالك بن سنان من السبع المكثرين عن ابي الامين ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا. فقالوا: إنكم لا تقرون، لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا.
فجعلوا له قطيعا من الشاة، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع رزاقه ويدفن، فبرأ. فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك عليه الصلاة والسلام وقال وما أدراك أنها رقي، خذوها واضربوا لي بسهم. نعم، هذه أيضا فيها مسائل. الأولى أن الفاتحة رقية، وهذه جاءت خاصة من عموم، لأنها تنزل تحت قول الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن جاءت خاصة هنا بالقراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر. فقول النبي وما يدرك أنها رقية دلالة على أنها رقية. هذه المسألة الأولى، جاءت خاصة أنها على أصل عام. نأتي هنا في هذا الباب يتمسك بها البدع، كيف ذول؟ لأنك تتورع في الإجابة دون أن يؤذن لك، كيف ذلك؟ أهل البدع يعتلون بمثل هذا الحديث. خل بالك كل بيرفع إيده فايت منهم في حاجة، يعني مع ذلك فايت منهم في حاجة. بص نزلوا دين تاني، والله فايت منهم في حاجة. هدفي خلاص خلاص، منذ أسا حتى سمعكم مشوش، مش عارفين ترتبوا أفكارهم صح. أن التجربة دليل على إثبات السلوية، وكيف خلاص يبقى ده دليل لهم. شوفوا يا جماعة، هذه المسألة هم يتمسكون بها ويقولون، أنتم الآن تقولون الأصل في العبادات التوقيف، أين التوقيف لأبي سعيد؟ فيبقى نحتاج أين التوقيف عند أبي سعيد؟ ما في، فين التوقيف؟ ها؟ وقال خصص، يعني احنا ممكن ناخده العام على فرض من أفراده دون قرينة، ده الكلام. احنا بنقول ولو لكم روح في هذه المسألة، لنا نظر أولا، احنا نقول أول شيء ثبت العرس ومنقش، هل الرقية عبادة أم استشفاء؟ وهذا أم استشفاء؟ ده الحق أن كثير يرى أن الرقية هذه استشفاء ليس فيها تعبد، لا الكثير يرى أن هذا استشفاء ليس تعبدا، قال هذا استشفاء، لو كنا استشفاء يبقى خرج منها بسهولة، صحيح؟ ونقول التجربة هنا تكفلها بهذا الباب. وإذا قال هي تعبدا نقول هي استشفاء معكم، وفيها التعبد، نوع التعبد، لأن فيها اعتقاد وإذا مرضت فهو يشفين، قال طبيبها الذي خلقها، وهو أنني سأسترقي بإيش؟ بكلام الله، وده تعبد، تلاوة نفسها تعبد. إذن نقول الإجابة الأولى أن هذا استشفاء. الأمر الثاني كان في نوع عبادة وهي مقرونة بالاستشفاء، والعبادة أصلها التوخيف، قد قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا قالوا خصص من عموم، قلنا خاص من عموم، هذا فيه التجربة، والشرع جاء أقر بهذه التجربة، والشرع جاء أقر بهذه التجربة، وفيها أن الضيافة واجبة، لذلك أخذوا السهم من هذا، استدل به من قال بجواز الأجرة على الرقية. وصحيح أنه هذا حديث ينازعون فيه، مع أنه عمد عندهم في جواز الأخذ الأجرة على الرقية، مع أنه هناك حديث آخر يغني عن ذلك. وش هو المصير؟ طيب هذا الدليل ينازع فيه، ينازعون فيه، والنزاع أنه أخذ حقهم في الضيافة. هذا نزاعه، كيف ترد على النزاع ده؟ مالك الصمت نعمة ورحمة، مقدمة مرفوضة، أي مقدمة مرفوضة؟ هو خلاص أنا هنخوفه، المقدمة مرفوضة، فاهم؟ فيخاف. واجبة، أنت هتقول لي واجبة، طب ما هو بياخد ضيافة، أخذ الضيافة، طيب ما هو أخذ ضيافة، يبقى إذن لا يصح لهم أن يستدلوا بها على، يبقى المقدمة مقبولة مش مرفوضة. أنت ابني أحول، أنت دماغك ورا، عينيك ورا، تفضل أحمد. ليه هو هذا حق ضيافة؟ ما أخذ، خلاص هو أخذ. يا جماعة ردوا على النزاع، ردوا على النزاع أحمد.
لم طلبوا ذلك في مقابل الرقية لا في مقابل الضياف. نعم هو أخذها حيلة، هو أخذها حيلة، قال حيلتي أن أنا أصل إلى ضيافتي بذلك، لسه ما تردش عليهم. هو مش كده، احنا نقول الابهام في قدر الضيافه يدل لنا على ان المساله ليست ايش، لا، لانه اصلا لو قلنا حق الضيافه واجبه يبقى ده لا يزيد عنها، واحتمالية الزياده موجوده، النقصان يحتملوه، احتمالية الزياده موجوده. فلذلك نحن نقول هو الحقيقه كانت المساله مقابله الرؤيه للرقيه، وقد جاء الحديث صريحا في ذلك، كل فلعمري لمن اكل برقيه باطل فلقد اكلتم برقيه حق، كل فلعمري لمن اكل برقيه باطل فلقد اكلتم برقيه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال له اضربوا لي معكم بسهم، تطيبا لهم على انها تحل، ودي معناها انهم كانوا يشكون في الحل فاراد ان يطيب خاطرهم، وهذا دلاله على انها ليست صح. فلاح راح ها يستدل بها على ايش؟ ها ليه بقى زي كيف؟ ما نعم ما كان لا لم يكن معهم. والامر الثاني ايش؟ نعم فقال لهم لم يبين لهم ان هذه على قدرها وغير على غير قدرها. فالصحيح الراجح في هذا الباب بانها يعني اولا الاجرة على الرقية تجوز، لكن لا يصطنعها الانسان. اللي بنراه الان في عصورنا فيها اكل امام الناس بالبطل، وممكن يقول له انت محتاج 14 جلسه، والراجل اصلا في قراءه واحده ينتهي الامر في هذا الباب، ممكن يطلع بره يعني كانه بيستخبر عن حاله في الخارج، وياتي يعامل بمعامله ليست بالجيده بحال من الاحوال. عامه مساله انه يصطنعها صنعه هذه فيها نظر ايضا، هذه فيها نظر، وهذه ايضا تدلك على انها الى الاستشفاء اكثر منها الى ايش؟ إلى التعبد، لأن شرع أباحة إباحة غير مشروطة، قال كل فلعمري لما الأكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. وفيها النفس، وفيها عدد قراءة سورة البقرة سورة الفاتحة 7 مرات، هذه تثبت هنا الآن أن الشرع أقرها، جاء بالتجريب 7 مرات وجاء الشرع أقرها، لذلك هم قالوا نتعدى بنفس العدد 7 ورقات نبأ يقرأ 7 مرات آية السحر، على أساس أن التأصيل العام أن الشرع جاء أقر العدد على سورة الفاتحة فيحاكونها في هذا العدد ويقولون لعل هذا أيضا يكون إيش نافعا ناجعا نافعا ناجعا. وهذه أيضا تحتاج إلى اليقين في الله جل في علاه، لأن الفاتحة بالذات فيها الاستعانة بالله جل في علاه، يعني هو يتوسل بالربوبية والإلهية، قال إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها الاستعانة بالله جل في علاه، وكانها إشارة إلى أن رد درء المرض ودرء السقم بالله جل بالرب جل في علاه. وفيها أمر آخر عظيم جدا، ريق المسلم البركة فيه لا سيما الطائع. نعم وفيها أيضا أن الرقية النافعة جدا من الحمى أو من اللدغ الفتح، ولذلك قال لا رقية إلا من حمى أو إيش أو عين، من حمى أو عين، والحمى هي لدغة ذوات السموم، لدغ ذوات السموم. نعم تفضل شيخ. قال الإمام عليه رحمة الله باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. ثم قال الإمام عليه رحمة الله حدثني سيدان ابن مضارب ابن نعم. محمد الباهلي نعم. قال حدثنا أبو معشر البصري نعم. قال هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن نفرا من أصحاب أنه أخبر أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما أو قال سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شائج ف
فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فما قال حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه مسألة عظيمة صراحة. قالوا هذا الحديث دليل على أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يمنع من الأجر على تعليم القرآن. قالوا هذا حديث فيه دلالة واضحة جدا على أبي حنيفة. وقد يرد على الحديث إيرادات. ما الإيرادات يا شنسيف؟ ما له فهم أصحاب أنهم اعترضوا أو ما كان يخطر بالهم أنهم أخذوا أجر على العباد. يعني أنه فعل ذلك من باب من استطاع أن ينفع خوف الله. أنا منتظر منك الإجابة الشافية. دي تأسسات، عقدية وتأسست تعبدية. يعني هم يقولون بأن هذا الحديث حديث دليل على أبي حنيفة الذي منع أخذ الأجر على القرآن فيها أمور قد يرد عليه ما يرد. ماشي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على كتاب الله أجر وكمان يذكرون أي مستقر عندهم أن كتاب الله لا يأخذ عليه أجر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يدي حالة مستثنى. حالة مستثنى من إيش؟ يعني أخذ أجر على كل حاجة إلى القرآن؟ هو أنت بتقول خذها حالة مستثنى. هو استقر عندهم أن العبادات لا يمكن أن يأخذ عليها أجر. العبادات لا يأخذ عليها الأجر. هذا استقر عندهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا يأخذ على العبادات أجر. لذلك نحن قلنا بقى في القرآن ننظر فيه ايه بقى، تنظر فيه في ناحية ايه بقى. المفروض ده بابك ورش، تفضل بدل ما نصير بقى وبقى تفضل بابك بقى. الله ما هيختارك تلاتك على الشيخ نصير. الشيخ نصير يشيل عليك على انك صح الله ما عندك انا ادم لو المسألة منقسمة إلى ثلاثة. أخذ الأجر على القراءة، يأخذ الأجر على قراءة القرآن. أخذ الأجر على التعليم. الثالثة أخذ الأجر على إهداء الثواب. هذه أمور ثلاثة في مسألة القراءة. هذا كتاب الله، يبقى كتاب الله هنا عندنا ثلاثة في أمور أخذ الأجر. الأصل عند الصحابة أن العبادات لا يأخذ عليها إيش أجر. هذا وفي أدلة كثيرة على ذلك. أريد دليل واحد بس، دليل واحد. لا صوتك يبقى عالي. طبعا انت كده يبقى انت متزلزل ما عندكش. تجد فيما اباحه. عندما علم موجودا من الصبت واحد من الصرف اعطاه ثوبه فلمرات النبي ما قالوش رده، ده قوس من النار، ده كله في القراءه بس. وإن اشتروا بأدي ثمنا. ماشي. أي ما هي خلاص بقى على القرآن. أنا أريد لو أمور أخرى من العبادات عشان نوضحها. لا طبعا. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ثم قال من أخذ أجر على الشفاعة فقد فتح باب من أبواب الإيش؟ الربا. لما؟ لأن الشفاعة عبادة. منين بقى عبادة يا أستاذ المصير؟ ممتاز. لأنه لا يأمر إلا بما يحب، والعبادات هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالأصل في العبادات يطلب فيها الأجر من الله جل في علاه. لذلك لما قالوا أخذ على كتاب الله الأجر، فهو مستقر في أنفسهم كل شيء يتعبد به لا يطلب الأجر فيه إلا من الله جل في علاه. فالنبي أقرهم ما أنكر عليهم، لكن قال إن أحق ما أخذت، أحق يعني هذا مستثنى منه، إن أحق ما أخذت عليه أجر كتاب الله. قلنا كتاب الله بالنسبة للأجر فيه على أمور ثلاثة. الأمر الأول ابتلاء القراءة، يستأجره ليقرأ فأخذ أجر على القراءة. هذا بالإجماع ما أعرف فيه خلاف. لو حد عنده قول غير ذلك يأتينا به يحسن. بالإجماع أنه حرام ما يجوز. فالشوادر والصوانات والحفلات التي دخل فيها القرآن ويأخذ ك ده المشكلة مش هذا. دول أتوا برجل كبير جدا عند الناس عشان افتتاح سوبر ماركت، هايبر ماركت أو شيء من كبير يعني، والناس بقى توافدوا لأن الشيخ هيقرأ بهم وأخذ تقاول على مال طائل وقال كل الناس جاي لك دي عشان أقرأ عليهم يعني. فأخذ الأجر. هذا حرام باتفاق، مال حرام باتفاق. ها؟ لا كل هذا باطل يعني، كلام شاذ
كل هذا شاذ. لكن الأئمة الأربعة في المعتمد عند الأئمة الأربعة قالوا بالمنع حرمة باتفاق، قالوا ما يجوز، لا سيما الذي يستأجر من يقرأ القرآن على الميت، وده تأتي بقى في الأمر الثاني اللي هو الوهب، أنه يهب ثوابه الميت. والثاني وهو أخذ الأجرة، لا سيب التعليم في الأخير، أخذ الأجرة على وهب الثواب للميت. والله هذه قد قال بها بعضهم في هذا الباب، قال بها بعضهم، قال أخذ الأجرة على وهب الثواب للميت، لأنه الذي يهب ثواب الميت عندما نقول بجوازه ماذا للذي وهب ثوابه؟ ما هم الكلمة عن الأجرة، دعك دون الأجرة. نعم شيخ، إيه اللي عندك؟ ايه الدعاء والعلم؟ انت ليه بتجاوب على حاجة اجنبية؟ افهم السؤال بعد كده اجاوب عليه، فاهمني؟ بس ما الاحسان للميت؟ نعم له اجر الاحسان، او اجره اجر الاحسان، لكن هو اذا اخذ الاجرة فليس له الا ما اخذ، كالذي اخذ الاجرة عن الحج للغير ليس له فيه الا الذي اخذه من اجر. أنا عندما قال بجوازه أنا أقول بالحرمة أيضا في هذا الباب، أقول لا يجوز، والحرمة هي الأصل، لا يجوز أن يهب ثواب الميت، ولا يجوز أن أخذ أجرة على ذلك، هذا عندي يعني فيه إثم. الثالث أخذ الأجرة على تعليم القرآن. طبعا في فرع في مسألة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، إيش الفرع اللي فيه؟ طبعا هذا طبعا هيهيج علينا الناس كلها، دي عبادات. شرايط، واحد بيسجل وبيع شرايط، والإجازات طبعا الشرايط، فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا التكلفة، لا يجوز له أن يأخذ إلا التكلفة، غير موجود غير وارد، فكل هذا حرام. نعم كل هذا حرام، لأنه أخذ أجر على إيش؟ على القراءة، هذا أخذ أجرة على القراءة، كل ذلك حرام، أموال حرام، ويكون استوانات والشرشات كلها تباع، بتباع بأموال بيع المصاحف التجارة فيها ندين الله بأنها حرام، وده كان ابن عباس ابن عمر في هذا الباب، وأخذ حق الجلاد وما والصنعة خلاص، لكن هو ما يجوز له أن يبيع ويزيد ويزايد عليها ليربح، فبيع الأشرطة أيضا دخل في ذلك حرام، منها تعليم القرآن، وهذا فيه أقوال ثلاثة، القول الأول المنع مطلقا، وهذا قول الحنفية أصلا روان أحمد على ما أذكر، القول الثاني الجواز مطلقا، قول الجمهور، القول الثالث وهو التفصيل، الأصل المنع من أخذ القرآن. نعم شيخ، نعم تفضل. لا كتب التفسير لا تأخذ، كتب لا تأخذ حق المصاحف، هذا فيه جهد عالم من العلماء ألف وكتب وتعلم وحفظ نعم رضي الله عنه. الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكلوا به القرآن، قال ولا تأكلوا به، يأتي زمان على أمتي يتعجلونه ولا يتأجلونه، قال اقرأوا القرآن، قال لا تشفوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به، وهذا عام في قول ولا تأكلوا به عام، قال قوس من نار، وهذا حديث من كان فيه ضعف لكن يستأنس به عندما علمهم قتادة حديث أيضا أبي، فنهى أن يأخذ شيئا، وإن كان الحديث فيها ضعف لكنها هنا أن يأخذ شيئا مقابل القرآن. وقال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الذين قالوا بالجواز استدلوا حديث أبي سعيد الخدري أنه رقى بالفتحة وأخذ الأجر، وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث أبي محظورة ألقى النسام إليه سرة من فضة، في حديث ثالث استدلونا به انتزاعا، هو عندك يا وريزة فصدر البك به ولا بلاش، هو عندك أين هو؟ من الذي خرجه؟ تعرفش الذي خرجه؟ يبقى مش عندك، تفضل توه ده ها
مين؟ ما خلاص كما قال هو. أنا استغربت ومش عارف إنه في الصحيحين يا. فين بقى الانتزاع؟ تفضل يا نحيف. لا خطأ. لا خطأ. شوف الزول الآن الزول من طرق مصري الآن مصري هو مش زول مش سوداني هذا الرجل مش سوداني. كيف يعني التعليم؟ من وين هذا؟ من وين من وين أتيت بهذا؟ انتزاع هذا فين الدليل على ذلك؟ الزول بيقول هو زوجه عشان يعلمها ما يحفظ من القرآن. من وين هذا الكلام؟ ما فيش ولا حديث أتى بهذا. من وين أتيت أنت بهذا؟ ما في. ماشي. فين بقى الرواية دي؟ هاتالي هاتالي. قلنا الرواية بتاعت على أن تعلمها ما معلم. هات الرواية. هاتها. ها؟ هات الرواية هاتالي. الزول أتى. تفضل أيها زول. هاتها الزول. قال له لما أمره بالمهر أو أمره أن يجد أي شيئا فلم يجد قال زوجتكها بالقرآن فجعل أنزل تعليمه. قال قب فين ما أنت رايح جاي ما هات الأول الأساس وأنا أتكلم عليه. قال التمس ولا خاتم من حديد. قال لا شيء. قال إزاري. قال فأدخل بإزاري. فكل ذلك طلب منه فلما عجز قال له تعليمك لها ايوه قال له تعليمك لها انزلها بمنزل هات لي بقى تعليمك لها المعنى المعنى والمعنى دي جبته منين؟ من القصه سياق القصه. فين طب في القصه اللي جاب فيه يا ابني انت حبيبي انت فيه يا حبيبي؟ في روايه في البيهة. هات انطلق وزوجتك بما تعلمها من القران. ايوه ماذا قال بهيق عنها؟ وهي شوف 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 يا زول شوف نعم شوف الزوجة مهر النفع لو 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 معنى الحديث على ظاهره ان هو بما معك من القران غير التعليم فمفيش نفع يعود عليها. ممتاز ممتاز هذا الانتزاع الصحيح هذا الانتزاع الصحيح لأن هو حفظه للقرآن ينفعه هو وهي أصلا آتوا النساء صدقاتهن نحلة وطبعا السياق اللي راح جاي فيها الفلاح مش عارف يأتي بيه في هذا الباب أنه قال قال التمس ولو خاتمة من حديد قال لا أجد ما عندي لا إزاري لتنتفع به فحفظه للقرآن لا تنتفع به لا تنتفع به إلا بطريقة واحدة أن يقرئها أو إيش أو يعلمها أو يعلمها القرآن. طيب ما زال بقى الانتزاع الثاني ما زال ها ما هنا هذا الانتزاع الثاني نحن عايزين ننتظر بقى ما نشوف الإخوة جابوه ولا مش هجابوه. تفضل لا يا حبيبي لا يا حبيبي قد تكون تكون باب التصاق باب الباء انت تقول لي باب المقابله لما للسياق فقط لكن لا تحتمل هات لحد من اللغه كده اسمعت. تفضل انتوا بتخترعوا يا جماعه انتوا يا اختراع يا فالانتزاع الثاني انه ما اصلا ما دام جعله مهرا فقد اجازه اجره واستدلوا على ذلك بهذا الحديث وهو من أقوى الحديث التي يستدلون بها على المسألة. القول الثالث وأنه يصح أخذ الأجرة على القرآن شريطة الاحتياج ويكون هذا من باب الارتزاق. ما معنى من باب الارتزاق؟ أصلاً المفروض أصالة أن المعلمين من أهل القرآن يكون لهم أصلا سهم عند في بيت مال المسلمين كما كانت العطايا والرأس للعلماء ولطلبة العلم كان لهم أصلا مال مخصص من بيت مال المسلمين. نحن في أزمنة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه يعني فيها 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 عدم فهم لمكانة العلماء ومكانة أهل العلم فعامة هو بيقول ارتزاقا لو مضروب لهم سهم في بيت مال المسلمين وهذا غير موجود غير متوفر فإذن له أن يأخذ ما يأتيه من القرآن إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله جل في علاه أن يأخذ دون اشتراط أن يأخذ دون أن يشترط وأن يأخذ دون 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 أن أن أن, أن يزايد لأن الأصل فيها أنها عبادة
والأصل في العبادة عدم أخذ الأجرة إلا لحاجة، فيكون الأخذ الأجرة هنا لحبس الوقت لا للتعبد. يعني الإمام المؤذن أموالهم التي يأخذونها إجارة أجرة، هي أجرة لحبس الوقت مش أجرة للعبادة. العبادة لا بينه وبين الله جل وعلا، لأنه حبس وقته عليهم وهم في حاجة له، فلهم أن يكفوه ما أهمه من أمر الدنيا. فإن أتاه زيادة عن الكفاية دون طلب له أن يأخذها. المهم أنه لا يطلب ولا يشترط، لا يطلب ولا يشترط، تفضلوا. نعم، فيكون بذلك صح له أن يأخذ الأجرة. وينزل هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الفوائد المستنبطة من البابين، ونأخذ باب بعده إن شاء الله، باب الرقى بالقرآن. نعم، الإجازات اللي بستين ألف وسبعين ألف، هذا ما الحرام أصلا؟ بيقول لي أبويا مالك. نعم، هذه الإجازات التي تأخذ بالخمسين ألف وستين ألف وسبعين ألف، هذه الإجازات مالها حرام؟ ما يجوز بحال من الأحوال. نعم، لا، الذي لا يعرف خلاص رفع عنه مات خاطر الإنسان واستكلوا عليه، والجهل أخو النسيان. التبرك بـ 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 بالنبي صلى الله عليه وسلم بيده بأثاره، الرقى بالقرآن، جواز الحيلة على أخذ الحق. من أسباب الطب الشرعية يجوز التجربة فيها والنظر، وجوب الرجوع إلى العالم الراسخ، للعالم أن يطيب المستفتي بالكلام الذي يريح قلبه. قال الإمام عليه رحمة الله: باب رقية العين. ثم قال عليه رقية العين، هو في فرق بين إيش يا نصير؟ بين الحاسد والعين. هات لي الفرق بينهما. شيخنا، أن الحاسد هو الذي يتعمد أن يحسد ويقصد ذلك، أما العائن فقد يحسد وهو لا يريد. نعم، العائن لا يقصد الضرر، والعائن فقط هذه جبلة، إذا رأى شيء دون أن يبرك، دون أن يعني يدعو بالبركة، يمكن أن يؤثر فيه. أما الحاسد قاصد ذلك، محترق يريد زوال النعمة. الأول معذور عند ربي جل في علاه، لكن قد يقال بأن ولي الأمر له أن يلزمه بيته ولا ينذر. والحاسد يقصد التضرر، يقصد زوال النعمة ويحترق لوجوبها، والحارق معترض على حكمة الله جل في علاه، والحاسد يستخدم خبث النفس في ذلك. وهنا أخونا محمد سعيد بينقل لي عن كلام فضيلة الشيخ السعدي العلامة، علامة القصيم، لأنه يقول: العين شرير الطبع خبيث النفس. الحقيقة أن الشيخ ما يقصد العين، يقصد إيش؟ حاسد. الشيخ ما قصد العين. أو أنه لا يفرق بينه. لا، تفرق موجود عنده. تفضل. قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد كثير عبدي مسقط الأزبات الله والجماعة. قال: أخبرنا سفيان. سفيان بن عينة الثوري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال: حدثني معبد بن خالد. معبد بن خالد من ثقات الأثبات. قال: سمعت عبد الله بن شداد، وهو أيضا من ثقات الأثبات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت أمر، أن يسترقى من العين. قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن عطية الدمشقي. قال: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي. قال: أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظر. قال الإمام: وقال عقيل عن الزهري: أخبرني، قال: أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي. شيخ البخاري هنا محمد بن كثير، هذا حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وشيخ البخاري فيه هنا محمد بن خالد، وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، ودي لطيفة من أطراف الإسناد.
احنا قلنا يعني له تنوع عند رواتي عن محمد ابن يحيى الزهلي. لما تنوع فيه؟ الان اصلا الشيخ نقل محمود سعيد نقل ان الشيخ يقول العائن قال ويدخل في الحاسد العائن لانه لا تصدر العين الا من حاسد شرير الطبع. هذا عجيب. هذا الحقيقه قد يصيب وهو لا يريد ان يصيب. نعم شيخنا، ممكن يقول شيخنا لما اتى بها بنزول لأنه عنده أوثق من الثانية. أي نزول؟ ما لا دعوة بالنزول والعلو يا ابني. تنوع في محمد يحيى الزهلي لأن محمد يحيى الزهلي اتهمه بأنه قال القرآن مخلوق، فحتى لا 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 يأتي به صراحا فيقولون إذن هو شيخك وأنت تثق في هذه الثقة وتروي عنه كلامه صحيح فيك. فكان نعم الزهلي لا الزهلي تنوع فيه. لما تنوع فيه؟ تنوع فيه لأنه يعني مرة ودي من طرف السنة تقول حدثنا محمد ويسيبه. أنت بقى تضرب البكندي ولا زهري ولا من فاهم، وبعد ذلك قد يسميه باسم جده. وهنا فعل ذلك، هو قال إيش؟ قال محمد ابن خالد تعمية، وهو اسمه هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الزهري، فيسميه باسم جده من اجل ان يعمي على الناس في هذا الباب. لكنه ما راى يعني ان يترك ابدا. نعم ما راى ابدا ان يترك حديثه. نعم وقد جمع في هذا الحديث لطيفه عزيزه وهي سبعه، كل واحد منهم اسمه محمد. الفربلي عن البخاري عن شيخه، اخرهم الزهري ومحمد بن شهاب، وعبد بن سالم هو ابو يوسف الاشعري حمصي، مات سنة 49 أو 100، انفرض به الإمام البخاري. فالحديث هنا عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وهنا أيضا الحديث فيه إشكال، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، هذا فيه إشكال. هنا أيضا قال رأى جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. يا ربي. نعم نعم تفضل. إشكال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وسبع عذاب هم الذين لا خرج لا يسترقون. أحسنت. هنا بالاسترقاء صلى الله عليه وسلم الجواب من أحد وجهين، إما أن يقال أن طلب الرقية للغير لا يدخل في الحديث لا يدخل يسترقون، يعني طلب الرقية للغير لا يكون كما لا طلب رقية هو الآن كيف لا يدخل هو طلب؟ طلبه لغيره غيرنا تعلق قلب. طيب خلاص قل إذا طلب الغير، الطلب للغير لا يكون كالطلب للنفس. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الجواز. احنا لازم نقول طيب خلاص، احنا نقول هنا أمر أن يسترق له. وقد قال 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 سبحانه في القرآن الجنة قال ولا يسترقون، والسين والتاء ليش؟ للطلب. فقد نقول أن الذي يطلب لغيره ليس كالذي يطلب لنفسه، فيجوز أن يطلب غيره دون أن يطلب لنفسه، مع أن الإشكال ما زال موجودا وهو لا وهو الاسترقاء. دي الإجابة يا نصير يا الطهارة. الاسترقاء قلنا لأن الطالب للنفس فيه إشعار بميل القلب، والطالب الغير ليس فيه إشعار بإيش، ما هو يريد نفع الآخرين فقط. نعم يريد نفع الآخرين، فهنا يدل على عدم إيش، عدم ميل القلب عند الطلب، لأن الطلب هنا الممنوع منه هو ميل القلب. وش الدلاله على ميل القلب يا استاذ حسين؟ سياق حديث الشيخ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا على ربهم يتوكلون. كيف؟ انهم لم جعل لا يتوكل لا او على ربهم يتوكلون لما تركوا طلب الرقيه والكي. لا شيخنا لما انت اجابتك صحيحه لكن متذبذب وهذا يضايقني. أنا أنت أصلا هضمته لأنه قادر على أن يقي نفسه، فلماذا عدل إلى غيره؟ يا سلام هذا دليل على يا سلام أنك الله يرضى عنك يا كلوبو. يا سلام هو طبعا حقيقة لما يأتي الحديث يقول وعلى ربهم يتوكلون، المقصود بذلك تمام الإيش؟ التوكل. وطلب الرقية فيها شيء من التفات القلب، فيها شيء من التفات القلب، لذلك قال لا يسترقون لا يطلبون. الرؤى الأخرى لا يرقون، هذه يعني شاذة من أجل أن النسام جبريل جاء فرقه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل وعائشة فعلت، فهذا الكلام
ليس سبب صحيح. فإذا هنا في هذه المسألة في الحديث الأول طلب أمر أن يسترقى من العين، فيها دلالة أيضا على أن الرقية هي النافعة جدا من العين، وإصابة العين عظيمة. إن الإسلام قال العين حق، العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر، أعوذ بالله، يعني ممكن يموت الرجل بالعين. وده حدث مع الصحابي لما مر عليه الصحابي الجليل ونظر عليه قال ما هذا الجلد، كان أبيض جدا ما شاء الله، ما 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 يعني أمهق، قال ما هذا الجلد، ما رأيت ولو على مخبأة في خدره. يا ربي إيدي الرجل، بس هذا كلام وقع سقط، ذهبوا به للنبي محمولا على الأكتاف، فقال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه. ولذا كان يبرك في هذا في هذا في هذا الباب، فالعين حق تدخل جمل قدر الرجل القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. وقال أكثر أمتي، وإن كان الحديث هذا متكلم فيه لكن الحديث حسن، قال أكثر أمتي من العين. لذلك أمر أن يسترق من العين، ولما رأى المرأة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز الاسترقاء طلب الرقية للغير. نعم، إن وجد فيها سواد في هذا الباب، وفيها يعني سواد في الخدين، فعلم أن هذا عين، فقال استرقوا لها، استرقوا لها فإن بها السفعة. اختلف علماء اللغة ما معنى السفعة، والصحيح أنه سواد في الخدين، وقيل السفعة يعني الشيطان قد أصابها، وقيل غير ذلك، وصحيح كما قلنا أنه سواد في الخد، يعرف أن هذا عين، قد ممكن يكون على شكل عين. في أناس تفتح الجسد تجد في جسدها تعليم على أنه عين، عين في الفخذ أو في البطن، يا عين عين في هذا الباب. وفي قوله فإن بها النظرة يعني أصابتها عين، وتكون الرقية هنا رقية بالرقية الشرعية على المعوذات وأيضا الفاتحة وغير ذلك مما يقرأ من القرآن. الحقيقة أننا نقول مسألة العلاج من العين فيه أساليب، وهذا مرتب على نفس العين، لأنه العائن إذا عرف العلاج الناجع منه هو الاغتسال، أنه يغتسل وأخذ ماء هو فيغتسل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا شفاء لو أخذته من أحد. يعني كان في أخ كلمني بينه وبين أهله فتكلم عن شيء بينهما أمام امرأة، بعد ذلك ما استطاع أن يخرج من امرأتي قط، سألني قلت له خذ أثر الماء اللي تغتسل به أو تتوضأ به واغتسل به واجعل الماء تغتسل به. في التو اللحظة بعد ما انتهى الاغتسال يعني قارب امرأته سريعا. فالعين سبحان رب العظيم، العلاج الناجع في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإذا استغسلتم فاغسلوا. والأمر الثاني إن لم يعلم يعني أو اختلط عليه الأمر، دخل عليه 10-15 ضيوف كثيرة، هو يعلم أن في واحد منهم هو الذي أصابه، بعضهم قال أنه يجمعهم في مكان عام وفاهم ويبقى ده خليط اغتسال. يعني بصراحة هذا صعب، لما قال لي ذلك قلت له هذا خطأ، قال أليس قال أنه سلام وإذا استغسلتم، قلت بالعين المعلومة مش المبهمة. نعم، وبعدين هيكون ماء وماء غير، وممكن ماء غير هو الذي يغطي عليه فلا يؤثر، لا تأثير، لا بد يكون ماء نفسي فقط. بجاب 15 واحد وعامل فيهم كده في مجموعة كده في مكان وقفل عليهم وقال لهم ما حدش يخرج لما يتوضى اللي هيتوضى وقال النار انها لا تكون ناجعة، يعني الا بقى الله تعالى اراد له الشفاء بذلك. نعم، فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لم يرد، لم يعلم أو اختلط عليه الأمر، من هذا هو هذا أو ذاك، ولأن المسألة فيها اتهام للجميع، تفهم فيها فيها مشقة كبيرة جدا. فهذا يحال إلى الرقية الشرعية، والرقية الشرعية تكون ناجعة له بإذن الله. يعني ظهر كيف يعني ظهر؟ يعني غالبا هو لو كانوا 100 معروف هو معروف الساعة بتقع أول ما بيشوف إيه ده،
هو لو قال ايه ده وفي حاجه فرقعت خلاص انت تبقى فاهم المساله جايه منين. نادر التلميح لا ينفع معنا. انت فاهم بس رد عليهم. لا لا استغفر الله انت هم يحبونك. ماشي الباب الذي بعده تفضل. بس نصير مالك يا نصير؟ مفيش. هو يغتسل ويكب الميه على العجله. يوم فرع شيخ ده اخواه الدنيا ده ايه؟ يا ربي انت فاهم؟ طبعا. انت قول له لا الاغتسال انت اصلا رد عليه رد قاطع. قول له الاغتسال لا يكون من ذلك. الاغتسال يكون من امور اخرى فيها الطاعه والاحتساب. لا 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 بالله. هو والله هيموت عادي. ده حق كان أطى الله في عمرك احسن في عملك. العين حق والهدم شهيد. بس انا عايزين بس ربنا يطول في عمري. بس ربنا يطول في عمري. 70 حول العين عشان نخلص. باب العين حق. قال الامام علي رحمه الله باب العين العين حق. قال الإمام عليه رحمة الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق. قال ونهى عن الوشم. هنا باب العين حق يعني الحسد. الحسد حق. وقد قال النبي من شر حاسد إذا حسد. ولذلك قال العين حق ونهى عن الوشم. ما العلاقة بين الجزء شطر الحديث؟ إحنا ممكن ميل القلب أن الوشم يدفع العين أو ينزع الفئيم أو شيء. ما علمت أحدا يقول بذلك. ما يقول لك أنا قلت خلص. طبعا قلت انتهى الموضوع. ما أحتاج للسلف. لماذا هذا صنع الوشم؟ باب الزينة يعني؟ باب الزينة. فباب الزينة وله جمال. فيمكن أن يستجلب العين. يعني الوشم يستجلب العين. ولذلك كان يقال ان فاطمه كان الحسن عنده احنا نسميه هنا اسمه ايش؟ طبع الحسن. نونه كانت تصمدها حتى يعني لانه كان ظاهر عليه الحسد كان محسود جدا. فكانت تصمدها له في هذا الباب. عامه الوشم قد يستجلب العين. الوشم قد يستجلب العين. فكانه قال النهي عن الوشم في هذا الباب له حكم. ومن الحكم انه يستجلب العين. طبعا الاساس في النهي انه ايش؟ ها تغيير من خلق الله. تغيير خلق الله. نعم. قال العين حق والعين حق لان العين اصابتها حق. ولو لم تكن حق لما قال الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق تدخل جمل القدر ورجل القبر. ولو كان شيء يسبق القضاء لكان العين. وقال أكثر موت أمتي من العين. ونهى عن الوشم لأنه زينة قد تستجلب العين. الذي بعده. نعم. قال الإمام علي رحمة الله باب رقية الحية والعقرب. قال علي رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من سقاط الأزبات الأول جماعة. قال حدثنا عبد الواحد عبد العبد من سقاط الأزبات. قال حدثنا سليمان الشيباني. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. وهذا حديث أخرجه مسلم والنسائي. والحمى كما قلنا الحمى الشديدة أو لذيق نتيجة للسم أو لدغ ذوات السموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتولة والتمائم شرك. ومع ذلك الرقى التي على الجاهلية. وإلا فقد قال عرضوا علي رقاكم فلا بأس برقى ما لم تكن شركا.
فقال رخص النبي في الرقية. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي العام في الرقية، وهذا النهي كان من أجل الشركيات التي كانوا يقعون فيها في الجهلي. وبين أنه لا رقية إلا من حمى، فقال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى أو حمى، وهذه التي فيها كما قلنا لدغ زوات السموم يكون منها الرقية، كما بيان أنه قال لا رقى إلا في عين أو حمى. الفوائد المستنبطة: العين حق، نعم آية الكرسي قد تكفي ابن العين وسهل، نعم، وإن كان سورة البقرة بأسرها مهمة. جواز طلب الرقية للغير، وهذا احنا أخذنا الفوائد لها. فضل يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.